طلب تجار سوق الجملة بولاية عنابة السلطات البلدية تحسين ظروف العمل التي يعملون بها والمتمثلة في غياب النظافة، انعدام مياه الشرب، انقطاع الكهرباء وغيرها. المزيد من التفاصيل في تغطية جمال لتيم، فلنتابع. تجار سوق الجملة بولاية عنابة ينتفضون بسبب ظروف العمل السيئة التي يعانون منها، غياب النظافة، انعدام مياه الشرب، انقطاع الكهرباء وانتشار القاذورات دفعت بالتجار والزبائن بمطالبة مسؤولي بلدية البوني ومستأجر السوق إيجاد حل لمشاكلهم. سما مدينا منا ومدينا من هي، أو كان راح يدير باب منا وقفناه له. ثلاثة شجرات راسلنا، ما راسلناش، ثم هضرنا معاه على المباشر رئيس كاف دايرة، وهضرنا مع رئيس بلدية، قال لك لازم نتصل بمصالح الحبات. البلدية هي اللي ماهيش قايمة بالواجب نتاعها، هي اللي رايحة قلتنا. المؤسسات هذو اللي تاع لازون المفروض عندهم مين يدخلوا، هما قاعدين يدخلوا على جهتنا، والدليل موجود عند سيادتكم. هذه المشاكل اللي راهي عندنا راهي من طرف المسير لحاكم السوق، والبلدية ما تراقبوش، البلدية ما تراقبوش. السيد هذا راهو يجي يخلص ويدي في صور، نسلكوا في الكرا بالزيادة، ونسلكوا في الدخلة تاع الشاحنات بالزيادة، ونسلكوا في الفارغين بالزيادة تاع صوارد، راهي صوارد كبيرة يدي فيها، وماهوش قايم، ماهوش قايم بالواجب نتاعو. البلدية ماهيش قايمة بالواجب خلاص من ناحية النظافة، وعندنا لاجيديكاتور هذا المكاس هذا ل 35 سنة، وهو يكري في السوق وحده، ما كان حتى منافس، وعنده كايت شارج اون برانسيب قانونين يحضر المسؤولين تاع التجار، يحضروا في لا سوميسيون للترميم الغلاف المالي اللي جانا، عنده مده واحد ربع ولا خمس سنين تاع 13 مليار ونص. 13 مليار ونص هذه خدموا بها السور، وداروا لنا حاشاك لي روغار وكاشو، كل شمبوشي، ما كان حتى شيء. الماء ما عندناش، حطونا بين الماء عندنا الماء هانو قدام الوش، يقولوا له ما عندناش الماء، التريسيتي غير مجرد تصب شويه نوي يروح علينا التريسيتي. يعني راهو ما تنساش تقول انا طالبوا 13 مليار هذه وين راح؟ هذا السوق هذا طار كفاه، راهو ما فيه حتى يعني حتى شيء، يعني لهنا طار كفاه، راهو ما كان لا بلديه لا كان والو. لهنا رحنا قاعدين لهنا نخدموا نخدموا في الفوضى، نظافة ما كانش خلاص، حاقرين حاقرين، الخماج الماء ما كانش، التريسيتي يجي ويروح، عبالك رانا في كارثة، عبالك المكاس وحده يومي يومي يخدم ما شاء الله به، حتى يجي يقف ثم على الأماء يدير لنا حساس مليح، ما كانش ما كانش، يجي عمر شكالة تاع الصورد ويروح. النظافة بعدما كانت شيئا ضروريا في حياتنا أضحت اليوم أكثر من ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، لكنها تبقى مسؤولية الجميع، السلطات، التجار والزبائن.